مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها الحديث عن الشق القانوني من التحقيق القضائي الذي بدأ قبل أشهر ووصل إلى مرحلة توجيه الاتهام، حيث قالت النيابة العامة إنها وجهت مجموعة من التهم بالفساد واستغلال النفوذ ل13 شخصا من أركان النظام السابق، من أبرزهم الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز وصهره، إضافة للوزيرين الأولين السابقين يحيى الحدمين وأحمد سالم البشير، ووزير المالية السابق مختار اللجاي، ورجلي أعمال وآخرين. طبعا من أبرز هذه التهم تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة، تدخل في أعمال تجارية تتنافى مع الصيف الوظيفية، إلى آخر التهم. طبعا النيابة العامة كشفت أيضا عن تجميد أكثر من 40 مليار أوقية قديمة بناء على التحقيقات الموازية. إذا نتحدث عن هذا الملف، المسار القانوني الآن بعد أن وجهت التهم رسميا إلى مجموعة من المشتبه بهم سابقا في ملف ما يعرف بالعشرية أو فساد العشرية. يسعدنا أن يكون معنا لمناقشة هذا الموضوع جعفر البية، محامي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين. مرحبا بك، ولو تحدثنا في البداية عن البيان الذي أصدرته النيابة العامة، ما قراءتك لهذا البيان؟ شكرا جزيلا. بادئ ذي بدأ أود أن أصحح الصفة، أنا محامي فقط ولست عضو الهيئة الوطنية للمحامين. محامي. شكرا جزيلا. من حيث المبدأ هنالك مبادئ عامة لا بد أن ننطلق منها من أجل إيضاح أو استيضاح صورة المشهد القائم حاليا. من هذه المبادئ على سبيل المثال أن المتقاضين يلجؤون عادة للقضاء من أجل فض النزاعات بينهم، وبالتالي لا بد أن تكون لدينا ثقة تامة ومطلقة في الجهاز القضائي بغض النظر عن النتيجة التي سيتضرر منها هذا الطرف أو ذلك. النقطة الثانية من قاعدة عامة، وهي أن النيابة العامة دورها في حماية المجتمع تكمن في أنها تتهم بأبسط قرينة على الجرم، في حين أن المبدأ الآخر هو أن المحكمة عندما يأتيها الاتهام تبرئ بأبسط دليل انطلاقا من القاعدة العامة، وهي أن البراءة هي الأصل. فم أعلن أن القانون الموريتاني أعلنه مفصل، اللي قال له اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات داخل الجهاز القضائي، ممثلة من نقطة البداية اللي هي النيابة العامة والتي تحت سلطتها الضبطية القضائية ولها حق الاتهام. تجي مرحلة ثانية، مرحلة التحقيق، وهي مرحلة لا هي من النيابة العامة ولا هي من المحكمة، وقد تندر عليها أحد فقهاء القانون المحليين في زمن مضى وسماها بالقضاء المتمرفق، لأنها تفصل في النزاعات بين الوكيل والطرف من ناحية الطلبات. تبقى الحلقة الأخيرة وهي المحكمة. المحكمة هي التي عندما يأتيها الملف يجب عليها أن تأخذ فيه قرارا نهائيا، بحيث أنها تقول رأيها نهائيا. هون لا أعني صفة الحكم، وإنما أن المحكمة لا بد أن تقول رأيها ليذهب الملف إلى الدرجة التي بعدها. نحن الآن كنا في المرحلة الابتدائية، ما يسمى بالبحث الابتدائي، طبعا تحت سلطة العامة للنيابة العامة ومثلة في وكيل الجمهورية. اليوم انتقلنا إلى مرحلة الاتهام بعد أن تم استقبال المشمولين فيما أطلقت عليه النيابة ملف التحقيق البرلماني. هؤلاء حضروا على اختلاف رتبهم وحجم مشاركتهم في التهم الموجهة إليهم. بعد أن حضر هؤلاء وتم استجوابهم، وجهت إليهم تهم، إلى بعضهم تهم معينة، في حين تم إقفال الملف بالنسبة للبعض الآخر. ما يعني أن من اتهم اليوم وأحيل إلى التحقيق هذا ليس مؤشرا على إدانته في المستقبل، كما أن من ذهب وأقفل الملف في قضيته، حفظ الملف في قضيته، لا يعني ذلك براءته من ملفات أخرى. وبالتالي نحن أمام مسطرة قائمة اليوم. السؤال المطروح هو كيف تم تكييف هذه التهم؟ النيابة هي التي ستجيب عن هذا الموضوع، وهي المخولة وحدها قانونا تكييف الأفعال وتصور
النصوص المطبقة عليها. النقطة الثانية هي أن توصية النيابة التي عادة ما ترفقها بالتهم باتجاه قاضي التحقيق عادة ما تكون إيداعا في السجن، لكن البعض اليوم تفاجأ من كون توصية النيابة تمثلت في المراقبة القضائية فقط، وهذا ما التبس على البعض، وهو من وجهة نظري كتقييم لست من طرف ألف لا من الطرف باء، وإنما أعتقد أن هذا الإجراء اليوم كان صائبا وكان في وقته المناسب لسبب بسيط. وهل يتناسب مع حجم التهم حتى؟ قضية الإيداع تصبح النيابة والتحقيق أمام ضغط آجال معينة لا بد من انتهائها أن يحال المتهمون إلى المحكمة، وهذا الملف ملف شائك وملف متشعب، وقد يأخذ التحقيق فيه والوصول النهائي للأدلة وقدرا من الوقت يفوق الفترة الزمنية التي يسمح فيها بالحبس على ذمة التحقيق. الحبس على ذمة التحقيق يختلف حسب نوعية التهم إن كانت جنح أو جنايات. في الجنح 4 أشهر الحالة الطبيعية، قد تمتد إلى 2 سنين حالة نوعية من الجرائم، حالة مخدرات، كون عناصر جريمة خارج البلد، حالة الجنايات نفس الشيء قد تمتد إلى 3 سنوات وفي بنفس المسابقات، لكن الحالة الطبيعية هي يعني 4 أشهر في مادة الجنح و6 أشهر في مادة الجنايات، وهذا بالتأكيد لا يكفي من أجل إكمال التحقيق وإنضاجه، وحيث يصبح بإمكان المحكمة أن تتصوره وتتخيل الحكم المناسب له براءة أو إدانة. وبالتالي كانت المراقبة القضائية اليوم كطلب من النيابة العامة كانت موقفا ينم عن جدية النيابة العامة في متابعة الموضوع بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن ضغوط الآجال القانونية التي تحدثنا عنها، وبعيدا عن ضغوط التوقعات التي تتوقع وكأن اليوم كان يجب أن يصدر فيه حكم نهائي، والواقع والمساطر تقول أن هذا النوع من الملفات قد يأخذ وقتا طويلا وقد يزيد على 1 أو 2 سنين، وفي أحسن الأحوال لا بد أن يأخذ وقتا أكثر من الفترة التي يتطلبها الحبس الاحتياطي، وهي 4 أشهر في حالة الجنح و6 أشهر في حالة الجنايات. هو محل الملاحظة هنا هو أن التهم كانت كبيرة جدا، سلسلة التهم قريبة من 10 تهم، بعضها يتعلق بعدم التعاون أو محاولة عرقلة سير العدالة إلى آخره، ثم نأتي بالتوصية بالمراقبة القضائية وليس بالسجن. بغض النظر عن مسألة الآجال، ألا يعني ذلك أن النيابة العامة في طلبها للإيداع للمراقبة القضائية هذا أن هذا لا يتناسب مع الجرم في حال ما لو ثبت؟ مبدئيا نحن هنا ننظر من الجانب القانوني البحت وليس من الجانب السياسي والإعلامي. الجانب القانوني تراعي فيه النيابة العامة إمكانياتها التي يتيحها لها القانون. هذه الإمكانيات محددة كما قلنا بآجال، هذه الآجال لا يمكن أن ينضج فيها الملف بحيث يصبح جاهزا للإحالة إلى المحكمة. قضية التهم بغض النظر عن كيفية تكييفها، فإنها الأهم فيها وهو العنصر المالي البحت نال نصيب الأسد منه شخصاني فقط، وبالتالي كانت هنالك قرابة 40 أكثر من 38 مليون مليار في متهم بها شخصاني فقط من أصل 12 حدود 12 13، ما يعني أن التهم المالية التي هي التي يترقبها الشارع تكاد تكون محددة الجهة التي وجهت إليها، أما باقي التهم فهي تهم فيها ما هو مجرم على أساس أنه جنح وعلى أساس أنه جنايات، لكنها عندما يخرج منها العنصر المالي البحت بالنسبة للرأي العام الذي تتحدث عنه ومطالبه وسقف مطالبه، فإن الأمر يكون عاديا، لأنه من يتكلم في هذا الموضوع منذ قرابة 6 سنوات لم يتحدث يوما عن معاقبة بدنية متمثلة في حبس لأي مخل بها، وإنما الناس تريد استرجاع المبالغ. أما المبالغ وقد تحددت الجهات التي متهمة بها، فإن طريقة تحصيلها النيابة أكدت أنها حدود 43 مليار، في نفس الوقت أنها المجال ما زال مفتوح للبحث عن مبالغ إضافية أو جهات إضافية بغض النظر عن تكييفنا للمسطرة القانونية تجاه شخص الرئيس اللي هو رأس الحربة في الموضوع، وهو اللي وجه الأكبر للاتهام، وهو شيء أحتفظ به ولن أبوح به لقناة المرابطون.
بما يتعلق لا يحتاج إلى إباحة، لأن النيابة العامة في بيانها أوضحت الموضوع، قالت 29 مليار لأحد المشتبه بهم وصهره عنده 9 مليار، اتضحت الصورة 29 مليار للرئيس السابق و9 مليارات لصهره والبقية على بقية المتهمين. لا أتكلم عن نقطة مسؤولية الرئيس هي اللي كنت أشير إليها. السؤال الآن، هذا الحجم من الأموال وخاصة أنه المتهم به كان يتولى المشتبه به أو المتهم به خاصة الرئيس السابق كان يتولى منصب سامي يتعلق برئيس الجمهورية، هنالك من يقول أن هذا الأمر يدل على هشاشة، كما سمعنا ذلك في بيان الدفاع، يدل على هشاشة الأدلة، وأنه حتى اتهام أو توصية النيابة تدل على أن الملف خالي وأنه لا توجد أدلة حقيقية لدى النيابة العامة على ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم. طيب، بالنسبة لموقف الدفاع، هذا هو المنطق الذي يحكم أسلوب أي دفاع بغض النظر، وبالتالي هو محاولة إبراء موكله، وهذا أنا في هذه السانحة لا أتحدث لا عن نيابة عن المتهمين ولا نيابة عن اللفيف الآخر، وإنما بموضوعية وحياد. كون المبلغ تركز في جهة واحدة أو والباقي في الجهة الثانية المقربة منها، هذا يعني مبدئيا كما قلت أن الرأي العام لم يعد يعني مهيئا لإدانة غير هذين الشخصين، وبالتالي سيصبح الموضوع في إطاره الذي يدعي الطرف الدفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز، وأنه كأنه استهداف شخصي، ولكن الواقع كما جاء في بيان النيابة أن هنالك أفعال ملموسة واضحة مرتكبة من طرف الباقين. هذه الأفعال مجرمة بغض النظر هل لها مردودية مالية أم لم تكن لها مردودية مالية على الفاعل، وبالتالي الموضوع كونه يتركز ماليا في جانب الرئيس محمد عبد العزيز الرئيس السابق وصهره، فإن ذلك سيخفض من توقعات. هنالك من يقول أيضا هذا يدل على أن الملف ستتم تصفيته بشكل كامل، لأن الرئيس لا يسير عادة، فإذا كان غيره من هو ممارس للإدارة كبقية المتهمين الذين كانت لهم وظائف سامية حينها، تقريبا يتجه الأمر إلى تبرئتهم أو إلى توجيه تهم لهم خفيفة العقوبة، هذا يدل على تصفية الملف بشكل نهائي، وبالتالي هو أيضا يدل على عملية الانتقائية، أن فيه انتقائية في توجيه التهم، وهذا يتجه إلى التسييس وإلى الشخصنة أكثر مما نحن أمام ملف قضائي حقيقي. قلت في البداية أن هنالك مبدأ لا بد أن نحتكم إليه، وهو أنه لا بد من اللجوء إلى القضاء والإذعان لقرارات القضاء بغض النظر هل كانت ترضي هذا الطرف أو ذلك. القضاء هو وحده المخول في القرار النهائي الذي سيصدره في هذه القضية، سواء أدان شخصا واحدا أو أدان 100 شخص أو 1000 شخص. علينا كمتلقين أن نقبل هذه الأحكام التي سيصدرها القضاء براءة كانت أو إدانة، ونبتعد عن الضغط على القضاء الذي أغلب أعضائه. طيب، هذا الأمر كان لافتا في بيان النيابة العامة الآن، ما المقصود بعدم الضغط؟ هذا ملف سياسي وإعلامي، كيف تقول النيابة العامة أنه لا ينبغي الضغط على في هذا الملف بما يؤثر على سير التحقيقات؟ في النهاية هذا ملف سياسي، لا يمكن أن نفصله عن شقه السياسي، لأن من يتهم به هو رئيس جمهورية سابق، وبالتالي الصفات معروفة، وبالتالي من الصعب جدا أن نقول أن هذا ملف لا يوجد فيه شق سياسي، نحن الآن يعني مهني بحت أو فني بحت، نحن نتكلم عن جانبه المهني خاصة البحت، أنه الآن كان في هذه الظرفية، كان عند النيابة العامة ليس أمام قضاء الجلس، ما قبل اليوم ما قبل أن توجه التهم له آلياته وله طرق التعبير عنه، أما وقد وصل الملف إلى القضاء وأصبح يسير ضمن المسطرة الطبيعية، فعلى الأطراف جميعا أن تتقبل النتائج التي سيصل إليها القضاء براءة كانت، تقول براءة كانت أو إدانة، وبالتالي لا يتصور أن ملفا بين يدي القضاء أن يؤثر فيه الجانب السياسي ولا الجانب الإعلامي، وإنما ارحموا القضاة من فضلكم، فهم الآن تحت ضغطكم إعلاميا وسياسيا، وكيل التهم الجزافي للقضاء أعتقد أنه لا يخدم أيا كان، لأننا في النهاية لا يوجد من نحتكم إليه
إليه غيرها من جهاز القضاء. طيب اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذا الحوار. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحيا إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته، غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات، عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نناقش فيه المسار القانونية لملف ما يعرف بفساد العشرية بعد توجيه النيابة العامة رسميا تهما ل 13 شخصا ابرزهم الرئيس السابق محمد عبد العزيز وبعض معاونيه السابقين. معنا للحديث عن هذا الموضوع جعفر ولبيا محامي. استاذ جعفر اهلا وسهلا بك من جديد. نريد توضيح بقية المسار القانوني الذي سيسلكه الملف. نحن اليوم وصلنا لمرحلة الاتهام الرسمي، لكن ما هي الخطوات المقبلة؟ طيب بالرجوع لما حدث اليوم نجد أن بعض الفريق تم حفظ الملف بالنسبة له. هذا بررت النيابة ببعض الأحيان بعدم كفاية الأدلة أو بعدم تجريم الأفعال المنسوبة إليه. أما البقية التي تم توجيه الاتهام إليها وأصبحت تحت الرعاية المباشرة للقاضي التحقيق والمراقبة القضائية، فالمراقبة القضائية هي بديل كما قلنا عن الحبس الاحتياطي، ويزيد فيها التحقيق فرصة للتحرر من ضغط الآجال التي تفرضها المساطر القانونية. بالنسبة للطرف المدني في أي قضية عندما يحفظ وكيل الجمهورية القضية، بإمكان الطرف المدني أن يقوم بما يعرف بالقيام بالحق المدني لدى قاضي التحقيق. هذا بالنسبة للفئة التي تم حفظ القضية فيها. أما ولم يتخذ الطرف المدني المفترض في هذه الحالة موقفه، فأكيد هذا يعني التبرئة مرحلياً ما في متابعة بالنسبة لهم. المراقبة القضائية لا وجه المتابعة. المراقبة القضائية عادة ما يضمنها قاضي التحقيق بعض الشروط، من ضمنها مثلا وجود الشخص في حيز جغرافي معين ما يخرج إلا بإذن من قاضي التحقيق، من ضمنها في بعض الأحيان ضامن إحضار شخص يعود له وعيط له يجيب الشخص الثاني، من ضمنها في بعض الأحيان ضامن غرم في حالة الشخص الله. لكن نحن اليوم ما شفنا قرار قاضي التحقيق أي هذه الشروط وضع لهم، ما يعني أن قاضي التحقيق قانونيا ملزم بأن يضع أحد هذه الشروط على الأقل، وهي أعتقد حدود 12 حدود 17-18 إجراء يعدل منها واحد على الأقل، والله يعدلها كاملة. لارك قاضي التحقيق له عنده الوقت، وأعتقد أنه لا يكفي قاضي تحقيق واحد ولا حتى قطب تحقيق في حجم هذه الملفات التي يروج البعض أن محاضرها فقط على أنها يعني كمية هائلة من 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 الأوراق تحتاج قدر من التدقيق والتحقيق والضبط، تحتاج فرق نعم من أجل ضبطها ومنهجية طرق البحث فيها، وهذا هو السبب الذي جعل النيابة من وجهة نظري تلجأ إلى خيار
طيب المراقبة هذه الطبعية. الأموال ما مصيرها؟ الأموال التي تم تجميدها الآن ما مصيرها؟ الأموال الإجراء تجميد الأموال أو حجز الأموال هو إجراء احترازي فقط، الهدف منه هو إبقاء ما كان على ما كان، بحيث أن المبلغ يصبح في حساب محايد ليس للشخص الذي صدر منه وليس للجهة التي استصدرته، وإنما ينتظر حكما قضائيا باتا في القضية، وهو الحكم الذي سيحدث بعد أن يحال الملف إلى المحكمة. بقي أن نشير أن قاضي التحقيق بدوره قد يصل في مرحلة معينة إلى أنه لا وجه للمتابعة لهذا زيد أو لعمر، وبالتالي يقفل الملف بالنسبة له. أي إجراء اتخذه قاضي التحقيق للطرف المتضرر منه أن يذهب إلى جهة للتظلم عندها، وهي جهة معروفة تخصصها ينحصر في مراقبة قرارات قاضي التحقيق، وهي غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في الدائرة التي يقع فيها قاضي التحقيق، وهي في هذه الحالة محكمة الاستئناف في نواكشوط. طيب برأيك ما هي الخيارات الآن أمام دفاع أولي عبد العزيز، الدفاع القانوني لهؤلاء المتهمين؟ شنو الخيارات القانونية الآن متاحة قدامهم في التعاطي مع هذا؟ أنا أعتقد أن ما حدث اليوم يمكن أن نصفه بأن الجميع خرج رابحا، المتهمين والطرف الآخر اللي ما فتنا له صفة داعم لمتابعتهم. شنو هو؟ أنهم حالا أعطتهم فرصة ثانية إضافية من الزمن، بحيث أنهم يرتبوا دفاعاتهم ويخرصوا تكتيكاتهم المقبلة، وبالتالي خرج الجميع منتصرا. ولا أتصور أن يطعن أحد اليوم في قرار قاضي التحقيق بالمراقبة القضائية، اللهم من باب الإجراءات الشكلية فقط، أما من الناحية الموضوعية فالكل خرج اليوم رابحا، بحيث أن هنالك جهة متابعة كما يطالب الرأي العام، وهناك جهة منحت والله أبقيت على أصلها وهو البراءة، بحيث أنها تتحرك كما تشاء، وراحوا الليلة شور ديارهم وأكيد عندهم حالا مهنئين، وبالتالي مرتفعين معنويات الأطراف الاثنين على اليوم، ما في خاسر وإنما الأطراف كاملة وموجودة نظري رابحة. القانون في النهاية يجب أن يطبق على الجميع براءة أو إدانة. طيب هنالك من اقترح سابقا انه المسار الذي اتبعته الحكومه في هذا الموضوع، نتحدث هنا عن النيابه العامه وتحدث عن وزاره العدل باعتبارها جزء من الجهاز التنفيذي في معالجه هذا الموضوع، ربما لا يكون هو الاجراء الانسب، كان الانسب انه تتخذ اجراءات خاصه قانونيه خاصه من خلالها يمكن معالجه هذا الموضوع بفعاليه وحسم، بدل هذا التمطيط اللي يمكن ان يسمح للمتهمين بالافلات باموالهم أو تهريب بعضها خاص أو حتى تهريبه إلى الخارج. مبدئيا القانون لا يخاطب العواطف نهائيا، وإنما يجرم أفعال معينة ويحدد عقوباتها، وبالتالي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق على ارتكابها. بعيدا عن العواطف، المسطرة القانونية اليوم ماشية كما ينبغي وكما رسمها قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، ما في حد اليوم قد يطعن في أي إجراء وعدل عنه ما هو المسطرة. الجهة أو الطرف الذي سيدفع بعدم الاختصاصي هذا مرحلته ما زالت قادمة، وهو أمام المحكمة وليس أمام النيابة العامة حالا، وبالتالي اليوم الإجراءات المسطرة القانونية المطلوبة من وجهة نظري المتواضعة تمت كما رسمها المشرع، ولم يقفز على أي إجراء منها، بالعكس تمت منح الوقت من أجل التأكد استيفاء. نعم، من أجل استيفاء كل ما هو مطلوب. أصبحنا الآن أمام واقع جديد كما قلت في البداية، وهو أننا أمام حدث تاريخي يجب على القضاء أن يقول كلمته فيه انطلاقا من القانون والقانون فقط، بغض النظر هل القانون يبرئ أم يدين، أن يبتعد الجميع عن الضغط على الجهاز القضائي. أقولها أكثر من مرة لأن الناس اليوم واحدة في الله، هذا القاضي عادل، هذا القاضي عوج، المطلوب من القضاة كاملين على أنهم هما يتحلوا بمسؤولية، ويجد عليهم عنهم هم قضاة، على أنهم ما هم إعلاميين ولا هم سياسيين، هم قضاة يطبقوا القانون حسب فهمهم له، ويجب على المتقاضين أنهم يعرفون ما فهم جهة ثانية لا يقيسوها، إياك أنها تحل لهم هذا الإشكال، يكون هاي الجهة لقال القضاء، وبالتالي يمنحوها ثقتهم ويتقبلوا جميع ما سيصدر عنها، وهذا قد لا تتقبله العواطف، ولكن الواقع يتطلبه، خصوصا أننا في مرحلة
أنت أشرت إلى موضوع الاختصاص، وفريق الدفاع معروف أنه يبني استراتيجيته الأساسية على موضوع عدم اختصاص المحكمة أو عدم جواز محاكمة رئيس الجمهورية الآن أو حتى التحقيق معه في قضايا بنتيجة للمادة الدستورية المتعلقة بحصانة رئيس الجمهورية خلال مدة مأموريته. برأيك، وبعيدا هنا عن تقييم مدى دقة هذا الموضوع من الناحية القانونية من عدمه، برأيك هل هذه الاستراتيجية هي في حد ذاتها مسار المعتاد في التعاطي مع هذا النوع من، هل هي استراتيجية سياسية تدفع بالموضوع إلى الأمام بدل مناقشة التحقيقات أو التهم بشكل مباشر؟ كما قلت في البداية أن مرحلة الدفع بعدم الاختصاص من وجهة نظري ليس وقتها الآن، وإنما وقتها المحكمة، لأن النيابة العامة مبدئيا مختصة في أي شيء بغض النظر عن نوعية هي التي عندما تكيف التهم وتحيلها إلى المحكمة عندئذ يظهر الاختصاص. فمثلا النيابة العامة يقف المدعي العام أمام محكمة ويطلب الإعدام لشخص معين، تحكم المحكمة ببراءته. كيف هذا؟ لأن هذا دور النيابة وهذا دور المحكمة كما رسمها القانون. بالتالي عدم الاختصاص، الاختصاص ومن عدمه، إذا توجيه التهم لا يعني تجاوز مسألة أبداً الاختصاص. أبداً أبداً لا يعني تجاوز تهمة الاختصاص نهائياً، وإنما الاختصاص ستحدده المحكمة، وهو أول إجراء سيقوم به أي متضرر من أي تهمة كانت سيتقدم أمام المحكمة المعنية بأنها بالدفع بعدم الاختصاص. لكن تكتيكات الدفاع كما قلت في البداية دورها دائما هو محاولة حماية المركز القانوني لموكلهم، وبالتالي لا بد أن يأخذ جميع الدفاع وجميع أسلحته لكي يستخدم ما يناسب منها في هذه المرحلة وما يتناسب مع تلك المرحلة. وفي بعض الأحيان كما تعلمون تكون أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وبالتالي أنا شخصيا رأيي في قضية مدى مساءلة رئيس الجمهورية من عدمها أحتفظ بها كما قلت في البداية ولن أبوح بها في هذا الوقت. لا هي كقضية فقهية لما لا تناقش كقضية قانونية، بس الاختصاص من عدم هذا موضوع دستوري وقانوني يمكن أن يناقش على أقتره به. صح، هذا الموضوع كثير فيه اللغط وكثير فيه الكلام، لكن أغلبية من تحدث فيه غالبا يكون أحد الأطراف ألا دفاع الرئيس والعبد العزيز، والله خصوم الرئيس والعبد العزيز ما قطينا رينا رأي وسط ما هو متموقع هون ولا هون، وأنا بعد نعطي لا بداركم منه لا نقول منه كلمتين والله لا تفضل. هذا اللي قالوا المادة 93 من الدستور الموريتاني تتألف من فقرتين، وهي المادة مستنسخة من المادة 68 من الدستور الفرنسي 1958. هذه المادة تقول الفقرة الأولى منها أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسته للسلطة إلا في حالة الخيانة العظمى. أفعاله هون ما قالت يا كانها سابقة والله آنية، وإنما قالت أفعاله يا غيرين قالت إلا في حالة الخيانة العظمى. واضح نتكلم عن الأفعال الحالية بهاش بها اللي قالت على أنها في حالة الخيانة العظمى. الفقرة اللي تالفتها هون المسؤولية مطلقة فيها إلا في حالة الخيانة العظمى. الفقرة اللي تالفتها تحدثت عن مسؤولية الوزير الأول والوزراء وفصلت نوعيات المسؤولية، قالت عن المسؤولية الجنائية والجناحية. وما دام تحددت أن الفريقين مسؤولين عن جنائيا وجناحيا فلماذا لم تتحدث عنها في حالة رئيس الجمهورية؟ المسطرة التالفة ذاك قالت على أنه الجميع يحاكم طبقا له، تحاكمه محكمة العدل السامية، لكن في حالة الوزراء والوزير الأول نصت على القوانين النافذة، وبالتالي في حالة رئيس الجمهورية لم تحدد العقوبة، وبالتالي لا عقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق على ارتكابها. الجزئية الأخيرة هي على معرفة أسباب النزول، عادة ما عند المفسرين تفسر النص، هذا النص سبب وجوده هو قدسية من يصل إلى منصب رأس الدولة في الغرب ملكا كان. الدستور الفرنسي ابتدع وجود نظام جمهوري يقوده رئيس منتخب تنتهي ولايته، عندما تنتهي ولايته اختلق له حصانة إضافية تتمثل في عضويته في مجلس الدستوري، وهذا ليس موجودا عند موريتانيا. وبالتالي من وجهة نظري رئيس الجمهورية في موريتانيا مراحله ثلاث، ما قبل الرئاسة مسؤول عنها، ما بعد الرئاسة مسؤول عنها كأي شخص، فترة الرئاسة غير مسؤول عنها إطلاقا، ولا يمكن مساءلته إلا في جزئية واحدة تتعلق بالخيانة العظمى يتهمه فيها البرلمان كجهة سياسية وليس كجهة قضائية، وتحاكمه محكمة العدل السامية. وللعلم فمحكمة العدل السامية في موريتانيا لا يفترض في أعضائها القراءة والكتابة، لأن مبدأ الترشحي للانتخابات البرلمانية لا يفترض في المترشح أن يقرأ ولا يكتب. إذن هي محاكمة سياسية خالص، هي محاكمة سياسية وعقوبتها إقالة الرئيس فقط. وبالتالي شخصيا لا أرى أن الرئيس السابق يمكن أن يحاكم أمام محكمة العدل السامية إطلاقا. طيب، لماذا؟ لأنه العقوبة هي الإقالة. بقيت فقرة واحدة وهي قضية استمرارية الحصانة. رئيس الجمهورية بعد خروجه من السلطة
السلطة في موريتانيا لم تعد له حصانة، وبالتالي يمكنه أن يحاسب على أفعاله قبل الرئاسة وأفعاله بعد الرئاسة. أما الأفعال داخل فترته الرئاسية من وجهة نظري فهو ليس مسؤولا عنها، وبالتالي لم تدخل ذمته أصلا حتى يسأل عنها. شكرا جزيلا لسيد جعفر البيه محامي، وشكرا جزيلا له على المشاركة معنا في هذه الحلقة وعلى هذه المعلومات القانونية المهمة حول هذا المسار الذي يتابعه الرأي العام وهو محل الجدل سواء في الأوساط السياسية أو القانونية، وبالتأكيد له ما بعده. مشاهدينا الكرام، أنقل لكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.